من أخبار المنتخبات الوطنية لأخبار النادي الأهلي، ونبدأ من عند علي معلول ظهير أيسر الفريق واللي دخل في المرحلة العلاجية الثالثة وهي الأخيرة بإذن الله من الإصابة اللي تعرض لها مؤخرا، وكانت بالتحديد في شهر مايو الماضي واللي تسببت في إجراءه لعملية جراحية. ووضع الجهاز الطبي للنادي الأهلي ميعاد لعودة اللاعب للتدريبات مرة تانية، وهو إن شاء الله الشهر الجاي، وبيخضع معلول لبرنامج منتظم في العلاج فضلا عن إرادة اللاعب بقى نفسه اللي كبيرة جدا في العودة للمشاركة مع الفريق. والمرة دي من عند ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي واللي بدأ فيها المشاركة في التدريبات الجماعية مرة تانية بعد ما تعافى من نزلة برد كان تعرض ليها بعد ما كان في ارتفاع كمان في درجة الحرارة، وده استلزم لراحة وعلاج، وبيستعد اللاعب مرة تانية للعودة مع النادي الأهلي والمشاركة في بطولة السوبر المصري اللي هتقام في الإمارات خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد تعافيه من نزلة البرد وتواجده في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. وبالنسبة لاستعدادات النادي الأهلي لمباراة العين الإماراتي بكأس انتركونتيننتال المقرر لها 28 أكتوبر الجاري، أنهى مسؤولي النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وعقد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي اجتماع مع المنسق العام لنادي العين الإماراتي في حضور مجموعة من المسؤولين والإداريين من الناديين، قاموا بإنهاء ترتيبات الحضور وتنظيم الإجراءات داخل الاستاد وبعض الترتيبات الخاصة بمقاعد بدلاء اللاعبين والأطقم الطبية، بالإضافة لتنسيق مواعيد تدريبات العين على استاد القاهرة فور وصولهم لمصر. وكمان حرص النادي الأهلي على تلبية كل مطالب نادي العين وتذليل الصعاب لهم ترحيبا ببعثة الفريق الإماراتي الشقيق على الأراضي المصرية.